الدوري الانجليزي لكره القدم. الكره دي فن ولعب بيتسلى، اللي قال دي مدرسه اوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي بخاصية ال 100 مليون سيلف ليد بيكسلز. لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي، لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر، ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر، كأن فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين. قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. يا نهار الشوق على أجمل ناس، إحساس الحب هو جمعنا، هنعيش عمرنا ما خلاص، هنعيش فرحتنا إيه معنا. واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. طول يا ليل ما تفارقناش، نسينا كل اللي فات كده بالمرة، واسهر معانا يا ليل وما تسيبناش، هي الحياة هنعيشها دي كم مرة. للفرحة مكان زاد دلوقتي في الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في ستارز اوف فانتسي مع العالمي والثعلب. بوس كبير للكابتن حازم، داس جامد في اخر راوند، اخر 100 متر دوس زوم اخويا يعني عادي. بس انت الموسم ده كنت افضل فيه بصراحه، تركيز كبير مركز في الاول، جايب فاروق وستاف كبير شغال معاه، يعني الدنيا عايشه كويس. بس في اخر اسبوعين ثلاثه ما كنتش مركز بصراحه، لان هي جت في اجازتي. كابتن حازم شغال
فمركز مركز. وان انما انا شغال كل... السنه كلها بتاعي لا ما اللي بيركز آه في في نص حاجات وقعت مني آه. بيركز امتى في اسابيع ما نسيت احط اللعيبه الكورونا وكده ما كانش في اجازات السنه دي لما جاله كورونا بس بس كده لكن غير كده شغل فلوس شغل فلوس يا ابني سيبك من موضوع الفلوس ما فيش فلوس ولا حاجه الراجل هو كلنا عادي كلنا واحد يا عم سيبنا عم في حالنا بقول ايه انا بقول شغل فلوس شغل فلوس لازم يريح شويه لا 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 الراجل لما الراجل بلاش انت بلاش انت عم سيف احنا قاعدين اهو هتعوم معاه على طول صح انا ما قلتش حاجه انت هتيجي عليه اي على طول والله ما قلت حاجه والله والله ما قلت حاجه السكور كام بس الـ الـ الاسبوع اللي فات انا عملت حاجه حلوه بس ميدو هي دي اللي ما فرقت معايا على فكره انا كنتش هكسب ميدو وسبحان الله جات لي بعد الفجر كده قاعد قلت ايه قبل الماتش بيقول كنت صليت الفجر الحمد لله كنت صليت والله العظيم شكلي عشان كنت صليت الفجر بس انا صليت يعني صليت في رمضان الفجر على طول اللي فات وعامه قبل كده ايه بصلي لا بنام وبصحى يعني بصراحه عشان ما بقاش اجدد يعني لكن في رمضان كنت بصلي على طول الفجر الحمد لله فاليوم ده قبل البتاع بيوم انت ميدو كنت موظف برضه الحمد لله يعني يوميها الصبح الحاجات اللي بيقولها ربنا مش لحد طبعا ما تقولش لحد ايه ده انت عامل 30000 فيديو فيديو تقولش لحد والله إيه؟ انا عملت فيديو حاجه عملت فيديو ايه وانا بعمل كميه الجلاليب اللي انت والبخور هو الجلاليب معناها ان انا بصلي لا خليه انا ماشي انا منزل بتاع بجلابيه انا منزل بتاع بجلابيه دخلت في الاجواء الرمضانيه خلينا ناخد عنوان بعيد ده كان افضل رمضان ليك من 20 سنه صح كده صح بدون دخول في التفاصيل يعني لغايه رمضان وانا عندي 17 كنت ماشي كويس الحمد لله بعد كده رمضان ده بس ده الحمد لله كويس الحمد لله, الحمد لله يا رب دايما فبقول لك قاعد الساعه 4 الصبح كده بعد الفجر لقيت ايه عندي تبديل واحد ترانسفير يعني وكان عندي فرنانديز وعندي جرينوود وعندي ليندولف ثلاثه انا عارف ان هم 90% مش هيلعبوا عندهم يوروبا ليج يعني الفاينل فشلت فرنانديز كان عندي قلت اجيب حد اجيب مين بقى كنت هجيب دي بروين وبعدين انا ما بثقش في جوارديولا قلت ممكن يقعده فجبت سبحان الله نزل عليا كده شفت بيبي الاسبوع اللي فات جاب جونين تقريبا فرحت جايب بيبي من ارسنال وحطيته كابتن يعني انا حطيت كنت حاطط كين ومشيت وتاني يوم الصبح بقى بدري ببص كده قلت طب ما احط بيبي كابتن وسبحان الله مشيت جاب جونين جاب لي 32 نقطه لو كانش جاب لي بيبي كابتن ده اللي فرق معاك كام نقطه عن ميدو فرق حوالي 27 نقطه 27 يعني هو 26 نقطه بتوع بيبي تقريبا هم اللي كسبوه ها في التوتال كام هو في التوتال في التوتال في العدد الراوندز 2217 تقريبا 2217 هو 1000 كام ميدو 2187 فرق 25 ناس بقى جايبه على المشوار كله هايل والله بس احسن طبعا مننا بكتير يعني يعني بصراحه اللعبه دي بتخليك تبان الناس كتير قوي تبع الدوري الانجليزي وفي ناس بتاخد بالها من الديتيلز والتغييرات ناس فاهمه صح نسبه الناس اللي بقت فاهمه واعيه وبتتفرج على كوره فكره عبقريه للتسويق فكره عبقريه بص الناس دي بتفكر ازاي ان هي تسوق للمنتج بتاعها يعني البريمير ليج ده هم ازاي تو اتراكت اكتر عدد ممكن من الولاد الصغار على فكره عايز اقول لك حاجه في ولاد صغيره وفي بنات ولو سالت حتى ليلى هتقول لك بيلعبوا اللعبه دي هم حتى ما بيفهموش كوره يعني ما بيفهموش كوره بس بيتابعوا اسماء اللعيبه وبيتابعوا ده بيلعب فين وده بيلعب فين وده بيلعب فين فكره عظيمه بس بتعتمد بشكل كبير على الفهم يعني لازم تشغل بيه الفرق وتكون فاهم والله عندي عشان تكون متابع ده مين ده والله تكون متابع عندي يعني مثلا انا عايز اقول لك حاجه هل انت مقتنع ان سمير عبد التواب بيفهم كوره؟ لا بجد والله العظيم لا 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 صح؟ راجل عنده سكور زينا هل هو بيفهم كوره؟ لا 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 بس هو عنده اصحابه بيفهموا لا والله بص اي ضرب وبيقعد يتابع يخش في اي حاجه ويشوف مين عامل ايه وبتاع بتخليه يعرف لعيبه يعني في لعيبه مثلا سمير مثلا لا يمكن في الدنيا ابدا كان يعرف مثلا واحد زي فرنانديز ده لو سالته عليه دلوقتي يقول لك فرنانديز والله ما بهزر ايوه بيخلي الناس تتابع فعلا بس هي برضه هقول لك حاجه الفانتزي خلت الانتماء في التشجيع يقل شويه ان انت ساعات بتبقى حاطط في لعيب مثلا في فرقه قدامك انت بتشجع مثلا انا بشجع مانشستر سيتي وانا حاطط مثلا ان في فرقتي واحد الهداف من ليستر مثلا وبيلعبوا بعض فانا بقى نفسي يجيب جون عشان بوينتس بس انا بشجع الناحيه فبتخليك قاعد مش عارف تشجع هنا تخلي الماتش نوعا ما مش بالطبيعي بتاعك انت تشجع فرقتك اللي انت عايز تكسب بس دايما اللعيبه بتاعها كابتن حازم وده اللي حصل السنه دي واعتقد ان ده هيعمل تغييرات في السيستم بتاع او في النظام الفانتزي ان ابتدوا يكتشفوا ان الموظفين اللي جوه الانديه ابتدوا يسربوا اخبار ويشتغلوا على اخبار الفرقه من التريننج جراوند شفت انت فاكر الموضوع ده ولا لا لما قالوا ان في هيعملوا تحقيقات على فاهم قصدي يعني الموظفين اللي جوه التريننج جراوند بتهز دماغك على ايه فاهم ايوه والله فاكر ولا لا الموظفين اللي جوه التريننج جراوند قال لك ان هم بيعرفوا من التمرين مين هيلعب ومين مش هيلعب فبقوا يحطوا في التشكيل مثلا يشيلوا مثلا هم شافوا في التمرين مثلا ان فرنانديز مش هيلعب
فيشيلوه كل ما اعرفش بتاعك ليه وليه اكيد بيسخب يهز دماغه والله العظيم فاهم بس هو الراجل بيتكلم عربي بيتكلم في حاجات عامه مش انا 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 في رايي بصراحه انا فاهمك اقسم بالله انت مش فاهمني بس انت بتشتغلني وحياه رحمه ابويا فاهم فاهم قصدي انت بتقول ان الموظفين اللي داخلين في الانديه بيسربوا الاخبار دي أيوة مين هيلعب مين مش هيلعب فالناس بتشتغل بكده او بيشوفوهم الناس هم مش حاطه مين وما حطوش مين فبيعملوا زيهم طيب. فابتدت ان انا ما طلعت فاهم هل اديتني حقي لا هو ما سخر منك وضحك هل انت رديت عليه لا انت فاهم ليه بقى على فكره هو مش كويس معاك والله مش كويس رغم ان هو بيشتغل معاك اكتر مني بكتير بس هو مش كويس معاك صح انا دي انا دي دي انا معاك في حساسيات مش حساسيات سيف حبيبي سيف حبيبي والله في حساسيات توقعش بيني وبينه طب في حاجه النهارده انت اخد بالك منها ولا لا لو اخدت بالك منها بص له كده لو اخدت بالك منها انا هديك اللي انت عايزه ايوه بص له في وشه كده وشوف حاجه لو انت عرفتها ايه لا مش انا مش عارف نفسي عامل ميك اب لا هو إيه؟ ممكن الميك اب بتاع الاستوديو عمر عملت عمري في حياتي عملت ميك اب عمري بص كويس اهو عمري في حياتي ما عملت لا مش عامل ميك اب عمري اي عايز طلع لي اشاعات كان معايا في الاستوديو وانا بقول لك عايز طلع لي اشاعات لا شعر انما ميك اب لا عايز طلع لي اشاعات وخلاص شعر شوارع انما باشا قد ملك الشباب بص رافع ازاي اللي فوق ده هو ملك كمل مين هخش انا اقول لك حاجه البريمير ليج السنه دي رغم ان هو كان موسم طويل جدا وموسم صعب على كل الانديه لكن انت بتتكلم على نادي او اتنين انديه وصلوا في المربع لليوروبا ليج بتتكلم على اتنين انديه وصلوا للفاينل للتشامبيونز ليج وده بيوريك قوه البريمير ليج وازاي ان حتى رغم الصعوبات او الصعوبات الماديه اللي بتواجهتها كل انديه العالم ان هتلاقي ان انديه البريمير ليج اقل الانديه تاثرا او تاثر اكتر لا أقل هو تاثر فنيا لا اقل الانديه اللي اتاثرت اقتصاديا بمشكله الكوفيد 19 او الكورونا هي الانديه الانجليزيه انت عندك ريال مدريد مشكله برشلونه مشكله والدوري الانجليزي اثر بشكل كبير يا ميدو لا كبير. انا بتكلم مقارنه بالدوريات الثانيه انت عارف الدوري الايطالي يا سيف الدوري الايطالي في انديه كتيره جدا هتعلن افلاسها انجلترا لا انجلترا حصل كميه ضخ اموال من البريمير ليج علشان يقدروا ان هم يساندوا الانديه ويخلوهم ان هم يفضلوا واقفين على رجليهم باراشوتنج ماني بتوريك قوه انجلترا عامله ازاي انت عارف عايز اقول لك حاجه دوله قويه انجلترا دي في حاجه بسيطه جدا انت عارف اختيار المنتخب الاسباني لعيبه في ليدز راح منتخب اسبانيا وريال مدريد ولا واحد لعيب تخيل ريال مدريد ولا لعيب اسباني راح منتخب ولعيبه في ليدز راحت منتخب يدل على قوة الدوري الانجليزي فعلا الدوري الاسباني اتأثر بشكل كبير جدا والايطالي يا شايف سيف ده ايطاليا بقى كويس احسن لا مش السنه كان حلو مش بتكلم على القوه بتكلم اقتصاديا اقتصاديا يا سيف انت بتتكلم الميلان عنده ازمه الانتر خد الدوري والراجل تاني كلمه بعد ما خدوا الدوري بيطلب من اللعيبه والمدربين ان هم ينزلوا 30% من العقود بتاعتهم 30% اليوفي قال لك انا دخلت السوبر ليج ده لان انا عندي مشكله عندي فاينانشال بروبلم الدوري الانجليزي طلع فعلا بسرعه يعني حتى المستويات كانت قال بس طلع ورجع الجمهور وعمل النقل والبث الفضائي بتاع الدوري الانجليزي هو اعلى رقم بيتاخد لاي دوري في العالم يا سيف ارقام خزعبليه يعني صح. انت لما بيبيع 3 سنين للشرق الاقصى مش عارف بمليار وشويه ده بس للشرق الاقصى غير الشرق الاوسط غير امريكا صح. كل دي ارقام بتحط لك لكل الانديه بتتحط لها الانديه كلها ارقام كبيره جدا صح ليفربول هيعمل ايه السنه الجايه من وجهه نظرك يعني كلوب هيحافظ على الفرقه هيعمل انا في رايي اللي حصل لليفربول السنه دي عمره ما هيتكرر مره تانية انك تخسر ثلاثه سنتر هافز بتوعك في معظم اوقات الدوري او ثلاثه سنتر باكات بتوعك او ثلاثه سنتر باكات بتوعك ده مش سهل وده زي ما يورجن كلوب قال الاسبوع اللي فات قال لو كان اي فرقه حصل لها اللي حصل لنا وقال بالذات مانشستر سيتي لو كان حصل لها اللي حصل لنا ما كانوش خدوا الدوري انا في رايي ان ليفربول هيتعلم كتير جدا من اخطاء حتى لو في اخطاء موجوده هيتعلم ليفربول هيبقى قوي جدا السنه الجايه ومفتاح او نقطه العوده بالنسبه او التيرنينج بوينت بالنسبه لليفربول هو التاهل للتشامبيونز ليج يعني لو ما كانش ليفربول بول تاهل للتشامبيونز ليج كان ممكن السنه الجايه يواجه صعوبات لان يعني بعض اللعيبه كانت تطلب الرحيل انما النهارده هو يقدر يقنع صلاح ان هو يقعد هو يقدر يقنع اللعيبه الكبار بتاعته ان هم يقعدوا لان هو موجود في التشامبيونز ليج وصلاح الاختيارات اللي عنده حتى لو مش هيقعد كابتن حازم هيروح انا نفسي اسالك السؤال ده بسالك انت هو بسالك انت بس انت ما كنتش بص انت مش مركز معانا بس هو حاسس ان انا مديله مرقه تنشق ايوه صح صلاح خياراته ايه لا حسب هو هيجيله ايه بص كابتن حازم ولله الحمد حتى في الاستوديو معظم حالاتنا اساله وهو باصص كده وهو مضيع النهارده ساعتين النهارده بساله وفضل كده وهيعمل لي ازاي امر كده
اتفضل يا خيرات صلاح. لا اكيد بي اس جي من خيارات، اكيد ممكن يكون ناس بوصع بعد خيبه الامل الكبيره ده. حتى الدوري السنه دي بي اس جي ما خدوش، يعني في ارقام النهارده انا شفت ارقام الفرق بين ليل 282 مليون هتقمنهم، والناحيه الثانيه 820 مليون. يعني انت بتتكلم في ارقام خزعبليه وما خدوش الدوري. لا وليل كمان انا كنت عايز اتكلم على فرقه بتلعب على الشامبيونز ليج ما خدش الدوري. لا وليل المتوسط عمر، متوسط عمر 25 سنه. دي معجزه. ماشي تخل عشان الدوري ماشي وحش في الدوري. انا بقول لك اللي اتضخت في الفرقه دي 800 وما خدتش الدوري. ايه ما بتلعبش الدوري جامد برضه. ثمن اللعيبه لسيف اولموست مليار، 800 حاجه و20 باين مليون مليار مليون، والناحيه الثانيه 200 حاجه و80 مليون. بس هو ده هو ده الدوري ممكن يكون عنده فيه طموح صلاح. لا هو عايز ياخد الشامبيونز ليج مع يعني بي اس جي طموحه الشامبيونز ليج. يعني سيبك ان هو ما خدش السنه دي، لكن هو ما هو جاب نيمار ليه وجاب دي ماريا ليه وجاب ايكاردي ليه وبيجيب الناس دي كلها ليه؟ هو عايز يجيب الشامبيونز ليج. هو كل سنه بياخد الدوري والكاس، ما عندوش مشكله خد الكاس السنه دي. بس انا بقول لك ممكن يبقى من خيارات صلاح، ممكن صلاح يبقى عايز نادي يلعب حتى لو اخد الشامبيونز ليج. ها ايه العائد المادي للارقام؟ يعني ايه العائد المادي للارقام دي؟ عائد معنوي مش ليه بالنسبه للنادي ولا اللعيب بي اس جي؟ ايه حتى لو اخد شامبيونز ليج ايه العائد؟ ده حاجه حتى لو حتى لو لا المادي مش زي المعنوي بالنسبه للانديه دي طبعا ماديا. انا بقول انا بقول حتى لو ايه المردود سيف على الارقام دي؟ سيف انت النهارده في اهداف بتبقى اهداف، في اهداف كرويه اهداف رياضيه وفي اهداف سياسيه معروفه. النهارده دي انديه بتحكمها دول او بتمتلكها دول ببساطه. يعني انت النهارده السيتي جروب ملك لابو ظبي، البي اس جي ملك شركه استثمار قطريه، حجم الصرف مرعب. ايوه يعني برضه لازم تكون انت ليك، ما في اهداف. يعني ما ينفعش النهارده تقول انت فريق بياخد الدوري ب 200 وحاجه وانا صارف 800 وحاجه. مان سيتي فلوسه بيدفع فلوس قد ايه برضه؟ ما خدش السنه اللي فاتت، عايز ياخد الشامبيونز ليج برضه، ما خد الدوري كذا مره. لكن هو الهدف جاب جوارديولا ليه بالفلوس دي كلها، وجاب كل اللعيبه اللي بيجيبها دي بالفلوس ليه؟ عشان عايز ياخد الشامبيونز ليج. هو ده هدف لمان سيتي لبي اس جي، الفرقه اللي ما خدتش بطولات كبيره قبل كده، الفرقه لسه يعني كانت عاديه طبعا. لو ما كان صلاح بي اس جي طبعا كان فرقه كبيره زمان طبعا جدا وتاريخ كبير، لو ما كان لكن صلاح بعد فتره إيه؟ كبيره. ها لو ما كان صلاح انت انا كلمه بدل دي ما تعرفش ظروف اللعيب، ما تعرفش ظروف عامل ازاي. لكن انا مثلا انا لو انا موجود ومبسوط في مكان وتالقت فيه وباخد فلوس كويسه وحياتي كويسه جدا ومتاقلم مع اللعيبه، مش همشي غير لو حاجه بقى يعني جات لي خزعبليه. وحاليا ريال مدريد وبرشلونه مش في احسن حالاتهم. يعني ان انا اضحي ان انا امشي من ليفربول وانا ليا صيت دلوقتي وليا اسم وخلاص انا حطيت ان انا رقم واحد، اروح على فرقه لسه هتتعمل ان كان هنا او هنا، ريال مدريد او برشلونه الاثنين محتاجين شغل كبير قوي عشان تعمل فرقه. يعني النهارده كان ريال مدريد قايلين عارضين بيل وهازارد للبيع عشان عايزين يجيبوا امبابي وهالاند، فانت لسه هتخش في ريسك، هم هيجيبوا لسه فرقه. انا ممكن اقول لك حاجه، محمد صلاح هيروح بي اس جي الصيف ده، وانا بقول لك كده على مسؤوليتي. لا ما دي اكيد على مسؤوليتي. طيب انا بقول لك محمد صلاح انت طلعت طالع جامد. محمد صلاح هيروح بي اس جي، وافتكروا كلامي اللي انا كام ده قلته هنا. محمد صلاح الصيف ده يروح بي اس جي، هيروح باريس سان جيرمان. شغل كبير ماشي. انا بقول لك شغل كبير قوي. ماله انا ما قلتش حاجه، قلت شغل والله العظيم يروح بي اس جي عادي. يعني بيتفرج على التلفزيون. انا لو تسالني افضل ان هو يفضل في ليفربول، وده الاختيار الامثل ليه. لا انا استنى اقول لك يروح ريال مدريد او برشلونه، بس في ظل حاله ريال مدريد برشلونه السنه دي خليه يفضل في ليفربول احسن. لان زي ما بقول لك ريال مدريد وبرشلونه واضح لسه هياخدوا وقت شويه عشان يرجعوا في الكبير. بس انا مش بقول ان انا رايي يعني ايه، ميسي مش بقول رايي يعني. كام وقت خلي بالك ان برشلونه الله يعني تقريبا اجويرو هيروح هناك. اجويرو خلاص 2023 كان فينالدو برضه كان هيروح، معرفش فينالدو راح بايرن، راح بايرن خلاص فمشي. ايه المقابل المادي اللي ممكن يودي محمد صلاح لبي اس جي؟ لا فلوس طبعا كويسه جدا يعني. ايوه يعني مقابل يعني هو لو راجل بيتكلم 200 مثلا بيتكلم وايه اللي خلى نيمار يمشي بيتكلم في تريبل وحد يمشي برشلونه يروح بي اس جي بيتكلم في تريبل سيف تريبل سيف. هو انت في حد 600 في الاسبوع في حد في الكوره طبعا سيف، في حد في الكوره يسيب برشلونه في عزه كمان كان واخد تشامبيونز ليج مش زي دلوقتي ويروح بي اس جي؟ دي اكبر صفقه في التاريخ. ايوه ما عشان فلوس ماشي. وبقول لك ايه، بس مش كل الناس زي بعض. هو نيمار جدد بكام يا كابتن حسن؟ نيمار جدد دلوقتي بحوالي 600 في الاسبوع. الرقم اللي نيمار جدد بجد ده الرقم اللي نيمار جدد بيجي. نيمار لسه مجدد من اسبوعين 600 ايه يورو، 600000 يورو في الاسبوع. نيمار لسه مجدد، فانت بتتكلم ان هو النهارده لو جاله تريبل الفلوس اللي بياخدها وهو اوريدي كسب كل حاجه مع ليفربول، لا هيبقى عايز يروح بي اس جي. بتتكلم في نادي كبير، بتتكلم في تخطيط لما بعد الاعتزال، ودي نقطه مهمه جدا لتخطيط لما بعد الاعتزال، لان هو صلاح متوجه للحته دي زي ما تشافي كان متوجه للحته دي. زي انهي حته؟ الحته بتاعت الدوحه معروفه يعني، راحه في الحته دي النهارده الى ما بعد الاعتزال في تحضير لناس معينه.
زي ما كان في تحضير لفرانك ديبور، زي ما كان في تحضير لرونالد ديبور، زي ما كان في تحضير لنايجل ديونج، زي ما كان في تحضير لفيسلي شنايدر. ان انت بيأتراكت الناس دي لمكان معين ان هم ينهوا حياتهم الكرويه في مكان معين. يعني انت لو مكانه تروح فين؟ بي اس جي ولا تبص لامور تانية؟ لو انا مكانه، لو انا مكان صلاح اروح بي اس جي. هتروح بي اس جي؟ بصراحه اروح بي اس جي، لان بي اس جي انت بتتكلم في نادي وصل سيمي فاينال تشامبيونز ليج في اخر سنتين. فاينل السنه اللي فاتت والسنه دي سيمي فاينل. فاينل وسيمي فاينل. بتتكلم فرقه قريبه جدا من ان هي تفوز. صلاح ممكن يكون البازل الناقصه علشان بي اس جي يكسب التشامبيونز ليج. انت بتتكلم في لعيب ما شاء الله نسبه التهديف بتاعته حتى في أسوأ الظروف رهيبه. رهيبه. فانت النهارده بي اس جي بيلعب بمين قدام؟ بيلعب بمبابي ونيمار وديماريا في وقت من الاوقات. خط مرعب. طيب لو ديماريا مبابي ده لو حافظوا على مبابي ونيمار وصلاح دخل عليهم هيبقى صعب جدا ان حد يقف قدامهم. فرقه رهيبه، صح ولا ايه؟ طبعا صعب قوي. يعني احسن لعيب حريف، سرعه كبيره جدا. احسن لعيب حريف في العالم من وجهه نظرك مين؟ ميسي. ميسي ونيمار. انا هو في حد ثاني غير ميسي؟ نيمار. صح، ميسي ونيمار. بس نيمار ميت كده يعني، لعيب كويس قوي بس بيعتمد عليه برضه، مش زي ميسي يعني. في الاوقات القويه بتلاقيه بيضيع، بيقع كتير، عايز فاولات. لا وميسي مور بروفيشنال. اللعيبه الكبار مش، ما شفتش لعيب كبير على طول عايز فاولات وكل ما يقع لازم يقعد يتمرمغ. هو فعلا بعد يعني العقليه دي مش موجوده هتلاقيها عند كريستيانو ولا ميسي ولا رونالدو القديم ولا زيدان. اللعيبه اللي هم الكلاس ايه ده بيبقوا عندهم يعني انا لعيب كوره مهم، ما ينفعش اقعد امثل كتير، ما ينفعش اقعد اتكلم كتير مع الحكام. يعني هو لعيب جامد طبعا. نيمار لعيب حريف جدا، بحس ان نيمار ده ناقص، بس بحس هو دماغه صغيره شويه. انت عارف بحس ان ناقص كتير. انت عارف نيمار بحس ايه؟ نيمار بحس ان هو جوه دماغه عيل شويه. انت عارف موضوع، انت عارف موضوع اخته صح؟ كل عيد ميلاد اخته لازم يلعب، لازم يكون متعور او موقوف بقاله اربع سنين ساعه ما راح بي اس جي. هو كده حصل يعني. الناس ربطت يعني ان دايما يوم عيد ميلاد اخته ده بيروح البرازيل، دايما بيبقى متعور يا اما واخد يا اما موقوف، فدايما بيبقى في البرازيل. ودي حاجه على فكره عايز اقول لك حاجه غريبه يعني. انا لعبت مع لعيبه برازيليين وارجنتينيين. الارجنتينيين امور بروفيشنال، ملتزم اكتر. صح. البرازيليين دايما عنده حته هوم سيكنس، عايز ان هو يرجع بلده، عايز ان هو عنده يوم ان هو كذا. انما وطبعا لعيبه البرازيل كوب بروفيشنال. عارف حكايه مورينيو مع مايكن صح؟ لما قال له انا عايز اروح اجازه، قال له جيب لي جون وراح اجازه. فهو كان خايف انه يطرد او ياخد انذار عشان يتوقف، فجاب جون واتطرد برضه او خد انذار التاني عشان يتوقف وراح برضه اجازه. في حاجات بتحصل يعني. كان ذكروني قال لي اكتر لعيب يعني، ذكروني كان قايل لي، قال لي مره، قال لي كان عندنا لعيبه ارجنتينيين وبرازيليين على كلام ميدو يعني، قال لي الارجنتين هو بيقول لي يعني انا بحبهم اكتر لان هم زي ما انت بتقول بيركزوا جدا، بينفذوا، ملتزمين تكتيكيا وبره الملعب. وبعدين البرازيليين بيبقوا فريش يعني عايزين يخرجوا. والارجنتينيين عندهم تكتيكال اويرنس اكتر من البرازيليين، لان هم مدرسه التدريب الارجنتيني، مدرسه التدريب الارجنتيني فيها تكتيك قريبه من الايطالي شويه. قريبه، فيها تقفيل وفيها لعيبه عندها وعي. البرازيليين بيعتمدوا على مهاراتهم بشكل اكبر يعني. مين اللي فوقك الاسبوع ده؟ خلاص بقى خسر. خلاص انا فوقت ايه؟ لا بس خلي بالك ال 62 رقم يعني رقم كويس. كويس يعني. اليسون طبعا كلين شيت وثمان نقط، جايب له شغل كويس صراحه. سيميدو ثمان نقط، هولدنج وارسنال رجع لعب مره ثانيه. طبعا في لعيبه وقعتني، ووكر بيترز ودينيه وصلاح طبعا اسيست وكابتن، كان الكابتن بتاع فريقي 12 نقطه. سون كان عمل اسيست وكان بس ما كانش احسن ماتش ليه. ساكا طبعا في ارسنال، لا يعني اسبوع مش كويس بالنسبه لي. جرينوود ما لعبش خالص. كين هو ظبط لي الدنيا شويه. بامفورد عامل سيزون هايل يعني. وهبقى يعني أو هبقى مستغرب جدا لو ما كانش موجود في اليوروز. يعني طبعا الانونسمنت او الفريق هيتعلن يوم الثلاث. لو مش موجود بامفورد، لكن اسبوع صعب يعني، اسبوع مش كويس بالنسبه لي. تعرف لا زي ما قلت لك يعني، يمكن بيبي هو طبعا 32 بوينت انا حاطه كابتن، ويمكن زي ما بقول لك دي من الحاجات الريسك اللي عملتها غريبه جدا ومشيت معايا. حلوه منك دي. الحلو نقول عليه حلو. انبسطت انا، انبسطت منها كمان. انا خدت الريسك، انا انبسطت منها. لما كنت هخسر خالص لكن جبتها ب 32 نقطه. جبت جونين. صن طبعا خمس يعني خمس بوينتس اسيست. كين جاب جون وعمل اسيست وخد بونص. هم دول اللي فوقوني. الباقي كله بقى طبعا كوفال برضو لاعب وست هام المدافع كلين شيت واسيست فعمل شغل كويس.
الباقي كله عادي. على فكره برضو رافينيا فليتز لعيبه ليتز بتجيب بوينتس كتير جدا خلي بالك يعني زي ما انت قلت بامفورد بس مش الديفنس رافينيا على طول بيخش فيهم بس دالاس بيجيب يعني في كذا لعيب عندهم بيعرف يجيب بوينتس كتير يعني لكن يعني ده الاسبوع خبر 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 كويس جدا بالنسبه للبريمير ليج هو بقاء بيلسا لموسم اخر لان فعلا بيلسا قدم فريق مش سهل انا بقول بيلسا او العكس يعني بيلسا عامل زي في رايي زي في مصر كده زي ايهاب جلال اللي هو المدرب اللي هو ممكن يمسك فريق امكانياته متواضعه وخدك دي مش سهله سيف في الكوره امكانياته متواضعه حتى امكانيات الماديه يا كابتن حازم ويقدر يعمل منهم فريق جامد يقدر يعمل عشان كده كل المدربين انت عارف الماتش اللي فات يا كابتن حازم الراجل الاسيستنت بتاع ويست بروم الاسيستنت بتاع سام اردايس بعد الماتش طلب منه الجاكيت بتاعه الماتش اللي فات ده على طول تقديرا كل الناس بتقدره كل المدربين في اللقطه بتاعت زيدان لما راح له مارسيليا كان بيكلمه كانه صايع رايح له قال له ماشي يا حبيبي حاضر وخلي معاك الاسيستنت بتاعي يخش يوريك يعني لا هو بيقول لك قيمه ابيلس عامل ازاي زيدان جاله اول ما ابتدى يمرن راح له مارسيليا شوفه بيمرن ازاي جوارديولا جوارديولا اول ما راح جوارديولا راح له هناك واتكلم معاه بشكل مستفيض يعني دايما يقول لك هو الاستاذ فلا بيلس طبعا ولكن دايما الرهان على ان بيلس بيلعب كره هجوميه ما بيعرفش يدافع وبيخسر كتير وبيجيب اجوان كتير لا بس يعني عمل موسم قوي جدا وعمل ماتشات كتير عشان بيجيب اجوان كتير بتهيألي من اقل الفرق اللي عملت كلين شيت بس قولوا لي يا شباب ايه الصح بس مش بتخسر كتير ومش بيخش في اجوان كل ماتش كتير ودايما بيعرف يجيب اجوان باللعيبه كلها معظمها خلي بالك هو ما جابش جاب مين جاب مورينو من بره بس معظم اللعيبه كلها بس ما تحسش حاجه وانت بتتفرج على ليدز ان تحس ان اللعيبه بتاعت ليدز شاربر ذان اني تحس ان هم شاربه لا وفي سيستم لو تحس ان هم كلهم لايت يعني تحس ان هم كلهم بيتحركوا بسرعه جدا عن كل الفرق الثانيه افضل تشكيل لاعبين في فانتازيا في السنه دي مين افضل تشكيل اهو اقول لك انا بالنسبه لي هو لا هم مش بالنسبه لك انت بتتكلم بوجه عام ولا الافضل بوجه عام انا بالنسبه لي البوينتس يعني ما هو بالبوينتس بالبوينتس كنت حازم اقول لك لا ما هو مارتينيز من استون فيلا جون واكتر جون جايب مع ان ميندي لو كان ابتدى الموسم مع تشيلسي كان ممكن يضرب مارتينيز عمل 9 كلين شيت ورا بعض في الدفاع دالاس ليدز روبرتسون ليفربول ارنولد ليفربول ودي غريبه ارنولد كان وحش قوي مستوى ده دخل جاي بوينتس كتير عشان بيعمل بيلعب كورنرز كتير بيلعب كروسات مع ان اوحش موسم لالكساندر خط النص فرنانديز مانشستر يونايتد صلاح طبعا سون ماني مع ان ماني برضه من أسوأ المواسم دي يعني هو نفسه قال لك انا وحش ومش عارف انا وحش ليه هجوم كين وبامفورد اللي اتفقنا ان هو عمل فاردي بصراحه دول اكتر ناس جابت بوينتس بس عشان الناس تبقى عارفه احنا مش ده راينا دي اكتر ناس جابت بوينتس في البريمير ليج في كل واحد في البوزيشن بتاعه يعني طيب نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف تحدي الفانتسي ايه مع الثعلب والعالمي بعد الفاصل بخاصية الـ 100 مليون سيلفليت بيكسلز لما تكون كل نقطة قدامك واضحة وفي مكانها الطبيعي لما تكون كل حاجة بتشوفها معبرة أكتر ولما تكون كل حاجة بتجربها واقعية أكتر ومتجاوبة معاك أكتر كأنك فيه كل ثانية قدامه بتخطف العين قوة السيلف ليد بيكسلز LG OLED يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا يا نهار الشوق على أجمل ناس إحساس الحب هو جمعنا هنعيش عمرنا ما خلاص هنعيش فرحتنا إيه معنا كمان ساعتين وبس
تغيبي بلاش نول يا نهار للفرحانين دي اللحظة الحلوة لازم تتعاش استني شمس كمان ساعتين وبلاش دلوقتي تغيبي كل اللي فات كده بالمرة وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة طول يا ليل ما تفارقناش نسينا كل اللي فات كده بالمرة وسهر معانا يا ليل وما تسيبناش هي الحياة هنعيشها دي كم مرة رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين ونشوف تحدي الفانتسي ايه معانا النهارده. ايوه صح تقول ايه؟ اولى عالمي تحدي بقى ايه بقى؟ في فريقين حسموا صعودهم للدوري الانجليزي الممتاز واتفورد ونورويتش. نورويتش ما شاء الله واتفورد ونورويتش. برافو عليك. انا قلت نورويتش. قلت واحد مش انا قلت واتفورد ونورويتش. هو قال واحد وانا لسه اصلا قايلهم لك واحنا في البريك. ايوه انا اللي قايلهم لك انت والله. انت قلت هو قال واحد انا قلت الثاني. انا قلت اثنين. انا مش فاكره يا ابني. انا لسه قايل لك انا مش فاكره يا ابني الراجل ده. ها؟ قول يا فندم. لا هو قال واحد انا قلت واحد. لا انا قلت اثنين. هو قال قال قلت ايه؟ انا قلت واتفورد ونورويتش على طول. قال واتفورد انا قلت نورويتش. والله انا قلت الاثنين. طب هات البتاع هتلاقي ان انا قلت قبل ما تقول نورويتش. والله العظيم انا لسه مغششه في البريك. اساسا ده فاول قايل لنا اساسا. فاول قال نورويتش. انا 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 قايل واتفورد. اتفرج على الله كابتن سيف سيبك بس. هداف الدوري الانجليزي. هاري كين. اكتر اسيست كين. ماشي. قلت قبليه على فكره. هم دول؟ قلت قبليه هاري كين. مين؟ انا مش هقدر ارجع للفار. ارجع للفار هتلاقي انا اللي قايل. متعادل متعادل. طيب الاسئله دي بقى دي اجاباتها عندكم انتوا. يعني اختياري. مش بتاعي. يعني ما كل واحد افضل لاعب في الدوري الانجليزي. اه يعني في رايي؟ اه. افضل لاعب في الدوري الانجليزي. من وجهه نظر دي بروين. انا في رايي افضل لعيب السنه دي في الدوري الانجليزي. يعني دي بروين وانا في رايي جندوجان برضو لعب سيزون كبير. جندوجان كان حل مانشستر سيتي ما كانش موجود قبل كده. افضل مدير فني جوارديولا طبعا. طبعا افضل مدافع اسمه ايه ده بتاع السيتي دياز بتاع السيتي لسه جاي. هو خد هو خد احسن لعيب من رابطه الصحفيين. هو اللي تم اختياره. دياز جامد جدا. افضل لاعب خط وسط جندوجان. جندوجان انا في رايي جندوجان. افضل مهاجم كين او صلاح. صلاح بس كين عمل صلاح. يعني انه يكسب بس صلاح. صلاح طبعا عشان احنا بنحب صلاح. تتوقع استمرار صلاح في ليفربول؟ انت اه هو لا صح. انا هيروح بي اس جي. تمام. صلاح هيروح باريس سان جيرمان الصيف ده. ايه تقييمك للاعبين المصريين في الدوري الانجليزي؟ تريزيجيه بدا الموسم يعني ما كانش بيشارك بشكل كبير وكان غير محظوظ ان هو اتصاب في وقت صعب. وصلاح طبعا يعني فوق مستوى التقييم بالنسبه لنا. النني انت بقى كمل. ما هو فيش غير النني ومحمد. اخر سؤال مين المرشح؟ هو كان هيقول رايه. هو عايز يتكلم عن النني ومحمد. لسه على النني. انا اتقطعت خلاص. مش عارف. انا اسف والله. لا النني شايف السنه دي يمكن احسن موسم ليه مع الارسنال من ساعه ما احترف مع الارسنال. يعني السنه دي اول مره تحس ان هو باين بشكل كويس دوره قوي بيجيب اجوان او بيعمل اجوان. يعني السنه دي شوف بقى له كام سنه؟ اربع سنين في ارسنال ولا كام سنه؟ اعتقد دي السنه دي هي الاحسن بالنسبه للنني. طبعا تريزيجيه انا شايفه عامل موسم كويس جدا
والسنه دي مع استون فيلا يعني موسم رائع لاستون فيلا. السنه فاكر بينافس على الهبوط السنه دي في وسط الجدول من بدري جدا وبيكسب اخر ماتش تشيلسي كان هيطلع تشيلسي بره تشامبيونز ليج. فمحمدي انه يلعب حوالي 13 موسم على التوالي انجاز بجميع المقاييس. يعني مين المرشح الاقوى لمنافسه السيتي على اللقب الموسم المقبل؟ هم مانشستر يونايتد ليفربول تشيلسي. خلي بالك موضوع كين لو هيروح حته في انجلترا هتفرق غير مانشستر سيتي. لو راح مانشستر يونايتد هيكسر الدنيا فرقه قويه. ما لو راح تشيلسي هتبقى يعني اعتقد هتفرق جدا. انا في رايي ان مفيش حد يقدر ينافس السيتي. السيتي فرق كبير جدا مع ان السيتي السنه دي ابتدى وحش جدا لو تفتكر. ده كان في الغد نص. لولا ليفربول اللي خسر ماتشات كتيره دي خلى الموضوع يتشقلب. يعني شرفتوني نورتوني بشكركم. ايوه سيفو دي اخر حلقه طيب. اخر حلقه في الموسم ان شاء الله في موسم جاي قبل ما نخلص بقى الحلقه. سمير عبد التواب وفاروق واحمد خالد لا مع بعض لازم الناس تيجي يا عم هنتصور تعالوا خشوا لازم عشان دول فعلا الناس اللي ورا الكاميرا بنشكركم بنشكرهم شكرا جزيلا. بشكرك فاروق بشكرك سمير احمد بنشكرك الموسم الثاني او الموسم الثالث اهو ان شاء الله باذن الله. حبيبي يا فاروق تعالوا هنا بقى تعالوا هنا رؤى المحلل بتاعنا والمعد بتاعنا الجامد جدا سمير عبد التواب اشك واحد في مصر. ومروان طبعا اللي مظبط لنا الامور كلها. تعميره ومروان نشكركم يا شباب الناس اللي ورا الكاميرات كلهم. الصوره دي انا متصور صوره زيها في ملعب حلم زموره. هنصور هنا. انا عايز اقول ان احنا مصورين الساعه 2 بالليل فالناس دي تعبانه معانا. عايز اقول لكم احنا بنشكر كل الناس دي لان البرنامج مصورين في زد 6 اكتوبر مش التجمع. البرنامج ده لما طلع يعني كان ريسك كبير جدا على الناس الحقيقه اللي عملوه. والموسم الثالث احنا شغالين اهو تاني بنسبه الثالث اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله الثالث نكون برضو موجودين لان نسبه مشاهده كبيره جدا. بنشكر كل الناس اللي تعبت. نعتذر على الجاكيت بتاع سمير. نشوفكم الموسم اللي جاي ان شاء الله. عايز تقول حاجه سمير؟ يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.